Salam alaikum, shalom, shalom, comme frère, comme nous, comme la base, tu te comptes une nouvelle vidéo qui la dans mon staraya, tu y as diable, ou je suis au routinat. Dans la baraketin là, naya, kunchet, kuntrahtkadet, ou hadou ma mustara diali, ou retourne le camp vite fait, balak ya djboukom, balak, lihbet, kashpri, ou là, zaksini, njaubha. Maintenant, ça, je te donne l'Instagram diali, mimira, 93 ou là Mimira Lifestyle qui m'a coûté au fond j'étais à l'aide mortalifa qu'il a chouïa ma haine chouïa 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 on a coûté à l'aide comme à la tortilla ou la tortilla ou la coulo à te chouïa ou la d'aide le khabs bzaf aïel dire 88 à l'aide je pense fait 1 kilo donc dire des tacos بزاف هايلين الخبز ديالو بزاف هايل هنايا كنت رايحه ندير العجه ديالي اللي حبيت نديرها في خبز التورتيا هذاك وتشوفوا واحد الريزولتا عطاتني بزاف 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 جات بنينه الو كما تشوفوا قطعت البصل شويه كبيره بعد ما كنت قطعت المرقاز حطيته يتقلى ديجا مشيت نقلي هذاك الزيت ابخي انا حنزيد عليه البصل كيما العاده الفلفل الطوماطيش ونخليهم يطيبوا وشنو هاد الخطره العجه ديالي ما درت لهاش البيض بيسك راني رايحه نزيدها داخل هذاك الخبز باش ندير دي تاكوس بالعجه اختراعات كنت جست غسلت الشلاضه ديالي وحطيتها في هاد العفسه اللي نشفو بها اللي ما على باليش اسمو اسمها خليتها باش ما تبلش ابخي انا رايحه نزيد نقطعها مع واش درت اون بلوس درت بطاطا باش نحطها تاني تطيب قشرت بطاطا تاني باش نقليها ونزيدها مع لي تاكوس تاعنا مع هذيك العجه هيتو فاشيطه الحمراء المحروقه الدايبه سي لو سوفونير تاع صاحبتي على بال بلاي تشوف هاد لا فيديو نقولها مزيان مخبيتها سي لو سوفونير دو ما ميرامي انا كنت نقلي في المقله الدوزيام تاع البطاطا وهنايا كانت العجه ديالي تنشف اونتر طون رحت نوجد لاصوص ديالي اللي حنزيدها في دوك لي تاكوس انا كان عندي بياض بيض بقالي من الكاطو دونك زدته ما رميتوش جبت حبه بيض وسي وراح نديرهم داخل هاد الطاس ابخي واش نزيد نكشر ميكسيهم شويه ابخي انا راح نزيد لهم الزيت بالعقل بالعقل ومن بعد نزيد لهم ان بون مورسو تاع فرماج هكذا يولي عندي مايونيز وبالفرماج ولا صوص فرماج ما بالي انا هاد الاختيار درت مايونيز وزدت له فرماج وما على باليش واش يسموها اخليكم تشوفوا ونحدو نقولوا باش ما كتاش عليكم بالهضره شوفوا القوام ديال هاد لاصوص ولا مايونيز كيفاش جا بزاف ثقيل هنا رحت باش ندير لي تاكوس ديالي الوغ كانت عندي هاد الهريسه اللي خدمتها في الدار جبت فلفل فورتو ابخي قشرتو ابخي ميكسيتو زدت لي زيبيس
وزيد زيتون بيان سور. ومن بعد واش راني حنزيد عمرتو تلمو بزينة هاد الهريسة تاع الفلفل. زدت هاديك لاصوص خلطها تصفى فخوماج و هريسة ايتو بزاف بنينو كي تتخلط لا فيغيتي. ما بيش هادوك شي يسموه هريسة ولا معجون الفلفل ولا ما على بالي. ابخي واش راني حنزيد نزيد لي فخيت تا وهي نستفهم. ومن بعد نزيد العجة و نسي نصفيها ما نديش هذاك 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 الزيت ولا صوص هذيك ملي ننصحكم تخلو شويه تبرد ابخي ما ديروها باش ما تقطع لكمش خبز تاعكم باسكو انا يتقطع لي ان تي بو. نزيد شلاضه ونطوي كما راكم تشوفوا ومن بعد نرميهم في لابريز وهكذا تاكوس لانه تكون واجد. ما ترموش عينكم من الكويزينيير باسكو راهي مدوده سي ماما لابخي نمسحوها ان شاء الله. اوسي زدت هاد الفرماج تاع لي ساندويتش حياتكم راح تلقو هائل. اشوفكم اخليكم على المونتاج تاع هاد لي تاكوس ونعاود نولي ليكم ان شاء الله بعد ما نكون وجدتهم. حطيتهم في لابريس كما كتشوفوا تقطعت لي شويه وهذه هي النتيجه النهائيه. تهلاو في روحكم بزاف ونحبكم بزاف بزاف. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ان جيم ان كومونتير وما تنساوش سورتو تابوني في ماشان.